فيما يخص الأرض اللي كان حصل عليها ترقية، يعني حبيت نعرف هل هو في علاقة أرض سياحية؟ شنو هي جديد الملف هذايا والثمن؟ بالنسبة للتأشير، التأشير ولا غيره، حتى ما خرجنا حتى معلومة، لأنه هذه أمور تو في القضاء وفي طور البحث، ما نحكي كما عطيتكم معناتها أرقام وعدد نتاعهم النوعية نتاعهم، أما ما نجموش نحكي عن أي شخص شكون الشخص اللي معنا في الأمر ولا شنو اللي موجود. بالنسبة للملف تاع بما فيها التأشير، يعني هذه تو في البحث. بالنسبة للملف تاع الطيابة، لأنه خرجت للأسف في الإعلام وقتنا وجدنا اشتراكه بعض الحوايج، هو تم في عام 95 أثناء السيطرة خيار تفضلي على المقسم ب 2 قدام دار نوار إنجاز مراكب رياضي. 96 تعطت له موافقة مبدئية لإضافة مكون سكني، وكان هذا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح المعنية بوزارة التجهيز باعتبار أن المقسم لا يسمح بإقامة برنامج سكني، هو المقسم لا يتابع الوكالة نتاع السياحة. مش فكرة البداية كل المفيد ما خداش المقسم هذا. بعد الثورة في 2011 قدم سيطرة بطلب الحصول على قيادة التفاضل بدون أوبسيون، أوبسيون سور دي تيران تحت دون لي زون توريستيك، أي عام نجم يجي ويتقدم بمطلب وبعد ان يدرس المطالب هذايا ويتم حسب عده معايير نختاروا شكون اللي باش نعطيه واحد الدوسيون اوبسيون، ومن بعد الدوسيون تولي فما توتا سيركوي معناها لازم يخلص باش يشريها، لازم يتقدم في تنفيذ المشروع باش تولي بينكم. سي دار قدم في 2011 بطلب مقسم 18 ان بي هذايا، ماهوش مقسم 99 واحد اخر، لإنجاز نفس المشروع. تعطات له لوبسيون 25 اوت بثمن بيع 120 دينار للمتر المربع، اللي يفسر لها اللي ثمن بيع هذايا فما كوميسيون فيها الإدارة الكل هي اللي تقرر السوق. ومن بعد سيطرة ما احترمش اللي قلت لك عليه تقديم الملف الفني اللي لازم نقدمه في 3 اشهر، يا اخي نحينا له الاوبسيون هذيا في 9 وقتاش نحينا له. اذا انا بقى نختار نحكم في جوان، فوالا نحكم في جوان، لا قبل ما تتنحدوا في جوان 2012 سي تارة ما عجبوش السوق، قال هذا 120 دينار غالي، وعمل قضية لأنه عمل قضية يحب السوم ب 33 دينار فاصل 6 لعدة أسباب. الوكالة تمسكت بالثمن اللي هو ثمن اللي يسكي في العباد الكل مش الأشخاص، ومن بعد اتنحات له الأوبسيون في 21 جوان 2012، وهو واصل في القضية ضد الوكالة العقارية للسياحة، والقضية جاية مفعول معناتها تو اليوم عندنا منظيف وفما قضية سيطرة تقدم قضية والوكالة نحات الخيار هذا لأنه هذاك السوم اللي قرر في لجنة تقييم الأسعار تاع المراكب وإحنا ما نخلطوش بين وظيفة البيع والوزير ولا حاجة أخرى، واللي يكون في الجيل بتاعنا نحينا نبدل الأوبسيون بوليسنان اللي ما يطبقش القانون يتحال اتحاد الأوبسيون كيكو سوا الصفة بتاعنا.